برمجيات التي تقام في روسيا نهاية هذا العام. الأكاديمية كانت قد اختيرت العام الماضي لتكون المركز الإقليمي للمسابقة الدولية للبرمجيات على مستوى الوطن العربي وشمال إفريقيا، وده تتويج للعديد من الإنجازات اللي حققتها في مجال العلوم والبحوث والتعليم على مدار 30 عاما الماضية. فيما يتعلق بالمسابقة العربية اللي من المزمع عقدها خلال الفترة من 21 ل 24 من الشهر الجاري بقاعة المؤتمرات في شرم الشيخ، هتكون بمشاركة 120 فريق بيمثلوا 60 جامعة بيمثلوا كذلك 12 دولة عربية، هي مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان وقطر. المجلس القومي للسكان هنا في مصر عقد مؤتمر لتحديد الأهداف السياسية والسكانية في إطار سياسات الدولة الموضوعة للوصول بالمجتمع إلى قدر من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، واللي طبعا لا يتحقق إلا بالحفاظ على معدلات نمو سكاني معتدلة، يعني حتى لا تتفاقم مشكلات الازدحام والفقر والجهل والبطالة وإلى آخره من هذه المشكلات الناجمة عن الزيادة المطردة في عدد السكان. بالتأكيد في جهات كتير معنية بالوضعية السكانية في مصر، من تحقيق معدلات النمو بما لا يتعارض مع تنامي عدد السكان على مستوى مصر على الأقل، وهيكون في مشاركة قوية من هؤلاء المعنيين من خلال فعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي تحت إشراف وزارة الصحة والسكان. نتابع المزيد. تحت عنوان التحديات المتوقعة والفرص المتاحة، عقد مؤتمر السكان والتنمية في مصر تحت رعاية المجلس القومي للسكان، وذلك لمناقشة السياسات السكانية بما يتلائم مع التحولات الديموغرافية والتغيرات السكانية. احنا بنتكلم على القضية السكانية وبنتكلم نربطها على التنمية والقضية التنموية، وهو المطلب الأساسي لأي حراك سكاني ولمناقشة كل القضايا السكانية اللي احنا بنعاني منها. عندنا زيادة في المواليد، وعندنا أيضا اضطرابات في المستوى الاقتصادي، فلازم ان احنا نربط الاثنين مع بعض، السكان والتنمية مع الاستفادة والدراسة المدققة للتوزيع الديموغرافية والباب الديموغرافي أو النافذة الديموغرافية عندنا للاستغلال الأمثل للموارد الشبابية اللي هي موجودة عندنا. جاء المؤتمر بحضور الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان والعديد من المؤسسات المختلفة والمتخصصين في مجال السكان لمتابعة وتقييم أداء البرنامج السكاني والتنسيق بين الجهات المشاركة. المجلس القومي للسكان منوط بوضع السياسات بالمشاركة مع الهيئات يعني والمؤسسات الوطنية الأخرى، يعني ما بيشتغلش لوحده، فده في وضع السياسات والاستراتيجيات. يجي بقى بعد ما السياسات بالظبط تبتدي ننفذها إلى أنشطة، الأنشطة هتنفذ من خلال وزارة الصحة والوزارات الأخرى، برضو مش هتتنفذ من خلال المجلس. يجي بقى المجلس يعمل إيه؟ بيتابع هذه الأنشطة بتتم ازاي؟ هدف المؤتمر الى تمكين الشباب في المشاركة المجتمعية بالاضافة الى اتاحة كافة البيانات والمعلومات بدقة وشفافية لتساعد في دعم اتخاذ القرار. احنا بنتكلم على تمكين الشباب، بنتكلم على الحوكمة، بنتكلم على الخدمات الصحية، بنتكلم على الاعلام الاجتماعي، وبنتكلم على محاور كتير جدا خاصة بالمحاور التعليمية ومحاور الخدمات المتاحة ايه، المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني. في محاور كتيرة الحقيقة بنناقشها في المؤتمر، كلها بتصب في النهاية في ان احنا نعمل توازن ما بين السكان وما بين التنمية. هذا وأشار المؤتمر إلى ضرورة الارتقاء بالخصائص البشرية للسكان، خاصة التعليم وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي. أحمد أبو الحسن، النيل. مجلس الأعمال المصري الكندي بتعاون مع المجلس المصري للتنمية المستدامة عقد ندوة حملت عنوان الإعلام المصري بين المصداقية والحرية. حضر في هذه الندوة وكان له مشاركة فيها وزيرة الإعلام الدكتورة دورية شرف الدين، إلى جانب لفيف من رجال الأعمال والخبراء في مجال الإعلام لمناقشة أهم التحديات التي تواجه الإعلام المصري في هذه المرحلة.
أهم التحديات التي تواجه الإعلام المصري ومدى تأثيرها على مستقبل مصر كان محور المناقشات التي دارت في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومدى تأثير ذلك على مستقبل مصر وبلورة الرأي العام اتجاه القضايا المجتمع. في مصر مش متعودين على هذه الحرية المفاجأة، حصل فيه نوع من أنواع العشوائية في انشاء القنوات وكل واحد كان بيدعي انه يقدر يقول اللي هو عايزه، وده يعتبر من باب الحريه. فما كانش في قانون ينظم العلاقه بين القناه الفضائيه، بين المذيع، بين الجمهور، بين الحكومه، لانه انا ما ينفعش ان انا اروح مثلا ان انا انتقد حكومة وانتقد وزيرة وانتقد حتى شخص او رجل اعمال، وبعدين انا ما عنديش الاداة والوسيلة اللي نقدر ارد بيها، وفي نفس الوقت ما عنديش الوسيلة اللي نقدر احاسبه عليها. التأكيد على اهمية دور الاعلام الرسمي في الفترة القادمة مع توفير المناخ المناسب من دعم مادي وتطوير للكوادر الاعلامية، مبادئ اكدت عليها وزيرة الاعلام الدكتورة دورية شرف الدين. الجرائد على طول يكتبوا انه نحن لابد ان نتخلص من العاملين في الاعلام، ده مش الحقيقه مش على بالي على الاطلاق، لكن ممكن ان تقوم شركات مساهمه بيجمعها شركه قابضه واحده، لانه الاعلام عندنا متفرع، يعني هناك هندسه اذاعيه ضخمه جدا جدا، هناك قطاع اقتصادي ايضا ضخم، هناك قطاع انتاج درامي كبير، هناك هيكل كبير جدا اسمه قطاع الاخبار. فعايز اقول انه مش معنى تقليص الاعلام اعلام الدولة انه يتم الاستغناء عن الناس او يتم الاستغناء عن هذه الكيانات، لكن ممكن تشكيلها في شكل مختلف بحيث انها تؤتي ثمار جيدة وليس مجرد اعداد. الالتزام بالمهنية وقواعد الشرف الاعلامي هي الاساس في العمل من قبل العاملين في المجال الاعلامي. يعني ميثاق الشرف الاعلامي الآن هو شيء مهم، لأنه تعددت القنوات التلفزيونية في مصر، أصبحت كثيرة جدا، هناك إعلام الدولة وهناك الإعلام الخاص، وأعتقد أنه في يوم من الأيام لابد أنه الاثنين مع بعض يجمعهم كيان واحد يخضع لميثاق شرف واحد، وهذا الميثاق لابد أن يكون له أداة تنفيذية له. وأتخيل أنه الجهات التي تعطي أو تمنح تصريح إقامة القنوات التلفزيونية أو الإذاعية يجب أنها يعني أي حد عايز ينشئ شيء جديد عليه أن يوقع على هذا الميثاق. مناقشات كثيرة دارت حول أفضل السبل لتقديم إعلام متميز قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. أي دولة في الدنيا نشأ عندها إعلام خاص زي الإعلام ده وظهر تأثيره، يجب أنها توفر له المناخ الصحي، يجب أن تكون هناك قوانين ميسرة، أن يكون هناك قوانين تمنع الغزو الخارجي أو الأموال القادمة من الخارج أن تغزو الإعلام المصري أو تؤثر فيه أو تسيطر عليه. هذا ليس ضد الاستثمار الخارجي في مصر، أنا مع الاستثمار الخارجي ومع الاستثمار العربي، لكن عندما يكون نظيفا واضحا على الملأ. من أجل ضبط إيقاع إعلام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بعد ثورة 25 من يناير والثلاثين من يونيو، يجب تكاتف الجميع سواء إعلاما رسميا أو خاصا أثناء ممارسة المهنة من خلال حرية مسؤولة. منذر أبو دوح، النيل. مستمرين مع حضراتكم ومتابعتنا بتتواصل معكم من خلال هذا الصباح، أول وقفتنا الحوارية بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.